جهاد بن اسحاق المسكري في الصف السادس. تحية لجهاد، صباح الخير يا جهاد. صباح النور، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف الصحة؟ طيب الحمد لله. وكيف صف السادس معاكم، صعب ولا سهل؟ نعم، كيف صف السادس، صعب ولا سهل يا جهاد؟ سهل. سهل. المواد اللي تحبها ايش هي؟ مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية. أحب يعني كل المواد. رائع جدا. وإيش بتشاركنا اليوم يا جهاد؟ بإلقاء قصيدة أو شعر للشعب العماني بمناسبة قدوم صاحب الجلالة السلطان قابوس الشعير المعظم. جميل يا جهاد، يلا نسمع. متى ستشرق شموس الخير عاليها وترسل النور في داري بمن فيها، ويسطع النور نور المجد قائدنا قابوس، قابوس حاكم بلاد العز حاميها، فرحا سننشد نشيد النور في بلدي، ويرقص الزهر فيها وينثني فيها، قد بدلت داري ثياب الشوق حين أتى قابوس بأخياب كاد يبكيها، بوصول نور المجد الكل في فرح، قد عانق الزهر شوقا كل من فيها، دمتي عمان ويا دار الكرام لنا، ودام قابوس نجما في أعاليها، والختم صلوا على المختار سيدنا، ما آية قرئت تسمو بتاليها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. رائع يا جهاد، صوتك جميل جدا. شكرا. جهاد القصيدة لمن؟ الشعر لمن؟ منصور المسكري. تحية له، وكلمات جدا رائعة. جهاد مشارك في مسابقات في الإنشاد؟ نعم مشارك. وتحصل على مراكز؟ نعم. طيب احنا نوجه لك دعوة يا جهاد انك تجي عندنا انت وزميلك ايضا راشد، ونسجل معك هذا النشيد والقصائد كذلك ان شاء الله. وبعد عندي اشياء، قصيدة ثانية لمن؟ لأبو قاسم الشعبي، بعنوان زمن الطفولة. زمن أيام الطفولة. أيام الطفولة، نسمع. إنا لفي زمن الطفولة والبراءة والطهور، نحيا كما تحيا البلابل والجداول والزهور، إذ نحن لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وبناء أكواه الطفولة تحت آشاش الطيور، ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير، ونخاطب الأصداء وهي ترف في لؤلؤ المنير، ونظل نركض خلف أسراب الفراش المستطير، نشدو ونرقص كالبلابل للحياة وللحبور، لا نسأل الله الجميل وليس يدركنا الفتور. شكرا. جميل، واختيار كذلك جميل يا جهاد. هذه من اختارها لك القصيدة؟
مع الأستاذ نادر السمري وإدارة المدرسة. تحية لهم وتحية لك ولصوتك كذلك الرائع يا جهاد. جهاد إيش حاب تكون؟ إيش طموحاتك؟ أنا أحب أكون دكتور في الدين إن شاء الله بإذن الله تعالى يا جهاد بإذن الله، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. بس بإذن الله تعالى بتزورنا عشان نسجل القصيدة إن شاء الله. إن شاء الله. وأريد أشكركم وأشكر الإدارة ومدير المدرسة مالك العامري، ونشكركم أيضا لأنكم استقبلتونا في الإذاعة. احنا سعيدين فيكم، احنا اللي نشكركم يا جهاد انكم تضيفوا دائما لبرنامجنا ولصباحنا، وبانتظارك هنا في الاذاعه عشان نسجل لك الانشوده ان شاء الله. ان شاء الله. وبطلب منك طلب اخير يا جهاد، ممكن؟ تفضلي. ممكن نسمع مره ثانيه جزئيه بسيطه من الانشوده الاولى بمناسبه المقدم الميمون؟ نسمع ولا مقطع؟ نسمع مقطع بسيط نختم في لقائنا اليوم. متى ستشرق الشمس الخير عاليها وترسل النور في دار من فيها، ويسع النور نور المجد قائدنا، قابوس حاكم بلاد العز حاميها، فرحا سننشد نشيد النور في بلدي، ويرقص الزور فيها وينثني فيها، قد بدلت داري ثياب الشوق حين أتى، قابوس بعد غياب كاد يبكيها، تبصى لنار المجد الكل في فرح، قد عانق الزهر شوقا كل من فيها، دمتي عمانا يا دار الكرام لنا، ودام قابوس نجما في أهاليها، والختم صلى على المختار سيدنا، ما آية قرية تسمو بتاريها. شكرا على سيدنا محمد. شكرا يا جهاد. جهاد شكرا على المشاركة. نقول لك مع السلامة، والله يوفقك بإذن الله تعالى. آمين. شكرا لجهاد بن اسحاق المسكري في الصف السادس من مدرسة الشيخ ناصر بن راشد الخروسي بالخوض، عمره 11 سنوات وموهبة رائعة في الإنشاد.